الرئيس السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي. في كلمته بمؤتمر القدس، الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت إزاء رفض أي إجراءات لتغيير الوضع القانوني للقدس. خلال افتتاحه معرض ومؤتمر إيجيبس 2023، الرئيس السيسي يثمن جهود مصر لتخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا. 3 بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تعقد منذ عام 2013 في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد ابن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات تأتي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، حيث سيحرص الرئيس السيسي خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي يشهدها العالم. كما أن مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات تعد الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات. وأضاف متحدث الرئاسة أن برنامج الرئيس السيسي سيتضمن أيضا عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة العالمية للحكومات من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وللمزيد ينضم إلينا علاء رشوان مراسل التلفزيون المصري من دبي. علاء، هل تطلعنا على جدول أعمال السيد الرئيس في دبي في إطار مشاركته في هذه القمة العالمية للحكومات؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحل ضيفا على الدورة 10 من دورات انعقاد قمة الحكومات العالمية التي تستضيفها الإمارة الإماراتية الدبي منذ عام 2013. هذه القمة الهامة التي تأتي في دورتها 10، مصر هي ضيف الشرف الرئيسي في عجالة عدد من الأرقام التي تعكس أهمية هذه القمة. 20 رئيس دولة وحكومة سوف يشارك في فعاليات هذه القمة من 150 دولة، أكثر من 10,000 مشارك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في كل دول العالم، 220 جلسة وندوة وورشة عمل ودائرة مستديرة سوف تستضيفها هذه القمة التي سوف تنطلق اعتبارا من 13 إلى 15 من فبراير الجاري. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحل ضيفا كما أشرنا على هذه القمة لما أولته الدولة المصرية طوال السنوات الماضية لعدد من الملفات الهامة التي تتعلق تعلقا مباشرا بعملية التنمية المستدامة، واتصالا أيضا بأهم وأبرز الموضوعات التي سوف تناقشها هذه القمة التي تأتي تحت شعار استشراف حكومات المستقبل. ربما أبرز هذه الملفات قضايا الحوكمة والذكاء الاصطناعي، التحول إلى الرقمنة، بالإضافة أيضا إلى تعزيز قدرات الحكومات في مواجهة عدد كبير من التحديات الآنية في مقدمات التحديات الاقتصادية والتحديات التنموية، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الملفات البارزة مثل ملفات وقضايا التعليم، الإسكان، الفقر ومكافحة الفقر، تمكين دور المرأة والشباب في عمليات التنمية المستدامة، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من الموضوعات والتحديات التي تواجهها دول العالم في هذه الأثناء. لتخرج هذه القمة كما هي الدورات السابقة بعدد كبير من التوصيات تمثل خارطة طريق لهذه الحكومات في المستقبل لمواجهة هذه التحديات التي أشرنا إليها. مشاركة السيد الرئيس تأتي يعني بشكل فيه إشادة للدور المصري والدولة المصرية التي اتخذته طوال السنوات الماضية في مواجهة
مواجهه هذه التحديات، وايضا في اطار العلاقات الاخويه المتميزه التي تربط بين مصر والامارات. السيد الرئيس سوف يشارك في عدد كبير من فعاليات وجلسات هذه القمه، ربما اولى هذه الجلسات التي من المنتظر ان يشارك فيها السيد الرئيس صباح غد، وهي الجلسه الافتتاحيه الرسميه الرئيسيه لفعاليات هذه القمه، بالاضافه الى عدد كبير من اللقاءات الثنائيه التي من المتوقع ان يجريها السيد الرئيس مع عدد كبير من رؤساء وقاده وزعماء الدول المشاركين او الدول المشاركه في هذه القمه، بالاضافه ايضا الى عدد اخر من رؤساء المنظمات الاقليميه والدوليه العامله في مجالات الخدمه الانسانيه وايضا في مجالات التنميه، بالاضافه الى ايضا القطاع الاقتصادي والشق الاقتصادي الذي سوف يتصدر لقاءات السيد الرئيس مع عدد كبير من المسؤولين والمشاركين في هذه القمه. كما اشرنا عدد كبير من المشاركين في هذه القمه يبلغ عددهم اكثر من 10,000 من كل القطاعات، سواء على المستوى الحكومي، وزراء للتعليم، للصحه، للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاضافه ايضا الى قاده القطاع الخاص ورواد الاعمال في عدد كبير من الدول يبلغ عددها اكثر من 150 دوله تشارك في هذه الفعاليات. 220 جلسه وورشه عمل وندوه ودائره مستديره سوف تنطلق بدايه من صباح الغد. كما اشرنا السيد الرئيس يترأس وفد مصر رفيع المستوى سوف يشارك في اغلب او بعض هذه الفعاليات والجلسات، في اشاره الى اهميه الدور المصري في عمليه التنميه المستدامه والتي انطلقت في مصر منذ 8 سنوات، او مع انطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 وسط اشاده اقليميه وعربيه بنجاح هذا البرنامج، وايضا استضافه السيد الرئيس كونه ضيف الشرف الرئيسي يعكس اهميه ومتانه العلاقات التي اشرنا اليها بين مصر والامارات. نعم إلهام. اشكرك جزيل الشكر علاء رشوان مراسل التلفزيون المصري من دبي. يشرفني ويسعدني ان اتواجد معكم اليوم في جامعه الدول العربيه بيت العرب، واكد مصر مجددا موقفها الثابت ازاء رفض وادانه اي اجراءات اسرائيليه لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها. نؤكد معا دعمنا لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض للدولة الفلسطينية مدينة السلام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن صمود مدينة القدس يمثل عصب القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن القدس هي مدينة السلام ومهد الأديان. وخلال كلمته في مؤتمر القدس صمود وتنمية بمقر جامعة الدول العربية، أضاف الرئيس السيسي أن القدس كانت عبر التاريخ عنوانا للصمود. يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم اليوم في جامعة الدول العربية بيت العرب، لنؤكد معا دعمنا لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض للدولة الفلسطينية مدينة السلام. مدينة السلام ومهد الأديان التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح، صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة، المدينة التي امتزج فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع درب السيد المسيح عليه السلام. لقد كانت القدس عبر التاريخ عنوانا للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم، وإنه لمن المؤسف أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهي كما كانت في الماضي ما زالت تعاني في الحاضر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المحورية اختصوا الوضع القانوني لمدينة القدس. هذا وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها. ولقد اختص القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المحورية، وكما لم يختص مدينة من قبل، الوضع القانوني لمدينة القدس، بدءا من تأكيد مجلس الأمن أنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة. وانتهاءا بتأكيد مجلس الأمن الدولي عدم اعترافه بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض. في هذا السياق تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصة للمسلمين. وتعيد مصر التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. والآن نتحول إلى مقر جامعة الدول العربية ومؤتمر صحفي لوزير خارجية فلسطين رياض المالكي عقب مؤتمر دعم القدس بالجامعة. من العراق، من الكويت، بالإضافة إلى فلسطين، نحن نأمل ونأمل بأن يتم أيضا تقديم أسماء ومشاركات من بقية الدول العربية لكي تتحول هذه اللجنة الاستشارية القانونية العربية إلى لجنة جامعة لكل الدول العربية لكي تعكس اهتمام الدول العربية بهذا المسار القانوني ولكي تظهر أيضا اهتمامها برفض الجهد الفلسطيني في الجوانب القانونية بكل خبراتها المتوفرة لديها. هذا أولا. ثانيا أيضا كما تعلمون أننا عندما توجهنا إلى المحكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية أعلنت بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تستطيع أن تتقدم بمرافعات مكتوبة قانونية حتى 25 من شهر يوليو القادم. ولهذا السبب نحن نريد أن نستغل هذه الفرصة لكي نوجه الدعوة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتحديدا الدول الشقيقة في الجامعة العربية لكي تبدأ التحضير لصياغة المرافعات القانونية المكتوبة لكي يتم رفعها إلى محكمة العدل الدولية قبل تلك الفترة المحددة بالخامس والعشرين من شهر يوليو من هذا العام. كذلك سوف يدعو المؤتمر كمخرج إضافي إلى تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار المساعي وفي إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم وفي تمكينهم من مواجهات السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهديد وجودهم فيها. إذن المخرج الثاني الهام هو في تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم فيها. هذان هما المخرجان الأساسيان من هذا الاجتماع، ولكن نأمل في نفس الوقت أن يكون في هناك اهتمام كبير بحزمة المشاريع التي وزعت وسوف يتم توزيعها
في الجلسات المخصصة للمسار الاقتصادي التنموي من أجل فعلا أن يتم التعامل مع هذه المشاريع بالأهمية المطلوبة، والهدف من ذلك هو تعزيز صمود المقدسيين، الحفاظ على بقائهم من خلال الاستثمار ودعم تلك المشاريع التنموية، وما كما أشرت في القطاعات المحددة تحديدا قطاع الإسكان، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الثقافة، قطاع الشباب، وقطاع المرأة. هذا كل ما لدي في هذا المؤتمر الصحفي، وأنا على جاهزية أن أجيب أو أفسر بعض ما قيل حول هذا الموضوع. عادلة، ما هي الخطوات العملية لترجمة هذه الكلمات البراقة التي نسمعها منذ الصباح الباكر في هذا المؤتمر إلى واقع عملي للتخفيف المعاناة عن هذا الشعب الأبي الذي يدافع؟ تابعنا مع حضراتكم جانبا من المؤتمر الصحفي لوزير خارجية فلسطين رياض المالكي عقب مؤتمر دعم فلسطين بالجامعة العربية دعم مؤتمر القدس صمود وتنمية. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى غاز شرق المتوسط بالإضافة لما تبذله مصر من جهود مع الشركات الكبرى في مجال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة سيلعبان دورا كبيرا في التخفيف من آثار أزمة الطاقة على القارة الأوروبية. وفي مداخلة خلال إحدى الجلسات الحوارية ضمن مؤتمر إيجيبس 2023 أوضح الرئيس السيسي أن شركات البترول الكبرى تأثرت كثيرا بالانطباع حول الطلب على الطاقة، ما أثر على حجم الضخ والأسعار على خلفية الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية. منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد اللي احنا بنعمله مع الشركات، شركات البحث والتنقيب، هي اللي هتبقى العنصر الحاسم في ان المنتدى يقوم بدوره في تخفيف من اثار الازمه والطلب على الغاز لاوروبا خلال المرحله القادمه. كل ما هيبقى فيه اكتشافات سواء كان في لبنان زي ما ذكرتم او في اسرائيل او في مصر او في اي دوله تانية، وهذا الغاز يصل الى اوروبا، اتصور ده هيقلل من حجم الطلب او حجم الضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية. خلينا نضيف نقطة تانية واختم بها، يعني انا عايز اقول يعني اصدقائنا الشركات الكبيرة والشركات اللي بتعمل في هذا المجال، تأثرتم كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، وده أثر على حجم الضخ او حجم ضخ الاستثمارات في مجال يعني الطاقة الأحفورية البترول والغاز، وبالتالي حجم المعروض ما كانش يعني بالمستوى المطلوب، وبالتالي لما حصلت الأزمتين سواء الأزمة كوفيد أو أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية ابتدت الأسعار تبقى زيادة. يعني ده معناه أن احنا لا نتأثر كتير بالانطباع ونتعامل مع الواقع، واقع الطلب وواقع نمو الطلب خلال السنوات القادمة. هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة حوارية حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. وأدار الجلسة الحوارية المحاور جون ديفتيريوس محرر الأسواق الناشئة سابقا لوكالة CNN أستاذ الأعمال بجامعة نيويورك أبو ظبي، والذي أكد أن عام 2022 كان مليئا بالتحديات التي من بينها المشكلات العديدة في أسعار الطاقة، ومشيرا إلى التأكيد خلال مؤتمر المناخ COP27 على الحاجة إلى ضرورة الاستدامة ودعم إفريقيا للحصول على الطاقة. هذا وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 في نسخته السادسة تحت شعار
شمال أفريقيا والبحر المتوسط دعموا العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا حول أجنحة المعرض، والذي أكد بدوره أنه يتم التركيز حاليا على التنمية المجتمعية والعمل على التحول الرقمي والخرائط الجيولوجية الإلكترونية لتستخدمها الشركات العالمية دون الحاجة إلى عمل مزايدات وكراسات طرح. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي، مشددا على أن مصر لم ولن تنفصل عن مصالح أشقائها في القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس برلمان عموم إفريقيا تشيف شرامبيرا، حيث استعرض رئيس مجلس النواب أوجه التعاون الثنائي بين المجلس وبرلمان عموم إفريقيا، وذلك لتعزيز العمل الإفريقي المشترك. من جانبه ثمن رئيس برلمان عموم إفريقيا الدورة المصرية الرائدة في إفريقيا في ضوء قوة وأهمية مصر على الساحة الإفريقية. أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ موقف مصر الداعم لوحدة جميع الدول العربية ومساندتها والحرص على تعزيز الدور القومي العربي، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على ترسيخ وحدة الصف العربي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس لمحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، حيث تم التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب العراقي بتقديم مصر يد العون للأشقاء العرب في جميع الأوقات وبخاصة وقت الأزمات، وآخرها إرسال مصر للمعونات لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أولوية مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية لتخزين السلع الأساسية بالنسبة للدولة. وخلال اجتماع لمتابعة موقف المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية المقرر تنفيذه بعدة محافظات، أكد مدبولي أن إقامة هذه المستودعات تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بضرورة تعزيز الأمن الغذائي باعتباره إحدى دعائم الأمن القومي المصري، وكذلك بغرض تحسين منظومة تخزين السلع المعمول بها حاليا. الحمد لله على السلامه. تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص العزاء للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال، معربا عن تضامن المجلس الكامل، وداعيا ان يلهمهم الله او يلهم الله اسر الضحايا الصبر والسلوان وبالشفاء العاجل للمصابين. جاء ذلك خلال الجلسه العامه لمجلس النواب. باسمي وباسمكم جميعا اسمحوا لي أن أتوجه بخالص العزاء والمواساة للشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا الشقيقة الأسبوع الماضي، وإننا في هذا المصاب الأليم الذي هو مصابنا جميعاً نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السوري الشقيق، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا للبحث عن الذين عالقين تحت الأنقاض، وتعمل فرق الإنقاذ تحت وطأة أوضاع صعبة وسط الطقس البارد لليوم السابع على التوالي منذ حدوث الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
الحمد لله والله عطانا هالقوة هاي، يعني عم نستجيب لأي نداء إغاثة، أي نداء شو ما كان. فمين ما قلنا في عالم تحت الأنقاض، إذا كانت عم نسمع صوت، إذا عايشين أو متوفين، فنحن ما عم نخجل حدا، فعم نحاول نلبي النداء بأسرع ما يمكننا. أنا صار لي 7 أيام بعفرين، لحد الآن ما شفت عيلتي وما شفت بيتي. اليوم الثالث لحتى قدرت أطمن عليهم، أشوف يعني من خلال التليفون، لأنه ما كنا فاضين. أول الصعوبات وأهمها كان عملية نقل المواد، نقل المواد من الميدان إلى المكتب هون لحتى تتم عملية الإنتاج. اضطرينا بشكل فيزيائي نقل بين كل أنحاء شمال غرب سوريا ومكان في وجود كوارث إلى 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 مكان وجودنا هون. وصلت قافلة مساعدات أممية مكونة من 10 شاحنات إلى مناطق شمال غرب سوريا. يأتي ذلك فيما توقعت فرق الدفاع المدني بإدلب تأخر وصول معدات رفع الأنقاض داعية لتوفيرها سريعا، وأشارت فرق الإنقاذ إلى تحول عملياتها من الإنقاذ إلى انتشال الجثث، مؤكدة أن الأمال في العثور على أحياء تحت الأنقاض تلاشت. ومن جهتها أشارت الأمم المتحدة إلى أن الزلزال تسبب في تشريد ما يصل إلى 5,300,000 شخص في سوريا وحدها. أعلن الهلال الأحمر المصري عن إطلاق قافلة الإغاثة الثانية إلى ضحايا زلزال سوريا، والتي تشمل المواد الأولية مثل البطاطين والمراتب والخيام والمستلزمات الطبية وشنط الإسعافات الأولية. مزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة مراسلة النيل، مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية انقلي لنا الصورة لديك وآخر تفاصيل قافلة الإغاثة. نعم، بعد التحية كما ذكرت نتواجد بمقر الهلال الأحمر المصري لنتابع معكم تفاصيل العملية تجميع المساعدات بشكل مستمر ليتم إرسالها إلى الشعب السوري لمساندته في طبعا هذه الأزمة المدمرة وهو الزلزال. يعني منذ قليل كان هناك مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه عن إطلاق قافلة الإغاثة الثانية، هذه القافلة التي يتم فيها تجميع عدد من المواد الأولية التي هي أولوية والحاجة الأكبر للشعب السوري. نتحدث عن كما ذكرت البطاطين، الخيام، أيضا إلى جانب ذلك بيتم تجميع مستلزمات الطبية والكحول وكل اللوازم الخاصة بالمستشفيات في الجانب السوري. هذه القافلة ستنطلق مساء اليوم كما أكد لنا أعضاء الهلال الأحمر الذين يعملون بشكل مستمر كما تحدثوا منذ 3 أيام لتجميع كل مستلزمات هذه القافلة التي سيتم إرسالها مساء اليوم. في نفس التوقيت أيضا بيتم العمل على تحضير قافلة الإغاثة الثالثة ليتم إرسالها أيضا بشكل يعني قريب بعد هذه القافلة. نتحدث عن 100 طن من المساعدات حتى الآن، هي إجمالي المساعدات التي تم تجهيزها ليتم إرسالها إلى الجانب السوري. نتحدث عن أيضا أكثر من 1,000 متطوع فقط هنا في القاهرة، ولكن إجمالي يصل إلى 45,000 متطوع في مختلف المحافظات المصرية يعملون على مدار الساعة ليتم تجهيز المساعدات، إلى جانب أيضا المساعدات العينية. هناك حملة أطلقها الهلال الأحمر المصري لتجميع المساعدات المادية وحمل التبرعات ليتم شراء عدد أيضا من اللوازم والمواد التي يعني سيتم إرسالها إلى الجانب السوري. هناك أيضا جسر تواصل مستمر بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر السوري لمعرفة كل النواقص التي يعني يحتاجها الهلال الأحمر السوري ليتم تجهيزها فورا وإرسالها إلى الجانب السوري. هناك أيضا عدد كبير من المتطوعين كما ذكرت يعملون على تجهيز كل هذه المواد الأولية، يقومون بفرز الملابس وأيضا يقومون بتجهيز كل هذه مواد الإغاثة ليقوموا بإرسالها. فإذن هو عمل مستمر يعني تقديم كافة أشكال المساعدة للجانب السوري. مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم، أشكرك جزيل الشكر.
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مرسوما بشأن تشكيل الإدارة العسكرية لمدينة تشيرنهيف شمالية أوكرانيا. من جانبه قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف إن كييف حرمت موسكو من هيمنتها في البحر الأسود، مشيرا إلى دفع قوات روسية مرة أخرى نحو الضفة الشرقية لنهر الدنبرو والذي يعد بحد ذاته حاجزا وقائيا طبيعيا قويا. Беремо на себе зобов'язання не застосовувати зброю від іноземних партнерів по території. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن على حلف شمال الأطلنطي عقد اجتماع طارئ لبحث ما نشر مؤخرا بشأن التفجيرات التي وقعت بخطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز. وأضافت زاخاروفا أن هناك حقائق وافرة بشأن تفجيرات نورد ستريم بالإضافة إلى دوافع وأدلة حصل عليها صحفيون في إشارة منها لما كتبه الصحفي الاستقصائي الأمريكي سايمور هيرش نقلا عن مصدر مجهول بأن غواصين من البحرية الأمريكية دمروا خطوط أنابيب نورد ستريم بالمتفجرات بأوامر من الرئيس الأمريكي جو بايدن. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن النمو العالمي ارتفع بنسبة 3.4% في العام الماضي ومتوقع أن يتراجع حاليا إلى 2.9% خلال عام 2023. وأضافت جورجيفا أن مكافحة التضخم من الأولويات في عام 2023، لافتة إلى تراجع التضخم من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% هذا العام، حيث سيظل متجاوزا مستويات ما قبل جائحة كورونا في معظم البلدان. ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إنه يمكن توقع تنبؤات أكثر تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي الروسي خلال عام 2023، وذلك قياسا بما كان متوقعا في السابق. من جانبه توقع بنك روسيا المركزي أن يدخل الناتج المحلي الإجمالي الوطني المنطقة الإيجابية في منتصف في عام 2023. عودة إلى الملف الأبرز في نشرتنا، وهو مؤتمر دعم القدس الذي استضافته الجامعة العربية اليوم. للمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة منذر أبو دوح مراسل التلفزيون المصري من الجامعة العربية. منذر، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل ما دار في هذا المؤتمر، أهم النقاط التي وردت به؟ تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل هناك عدد من النقاط التي تم مناقشتها اليوم من خلال الرؤساء والحضور المتميز من قبل الرئيس الفلسطيني وكذلك الملك الأردني والرئيس عبد الفتاح السيسي وممثلي الدول العربية، والذي جميعهم أكدوا على دعم القدس في المرحلة القادمة. الرئيس الفلسطيني أكد على نقطتين مهمين، وهما أن التحول والذهاب إلى جمعية الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين، والذي
سيساهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك التحرك بالنسبة على مستوى محكمة العدل الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اتجاه الشعب الفلسطيني والحفاظ على الشعب الفلسطيني من هذه الانتهاكات. كذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفضه الجمود السياسي الذي حدث للقضية الفلسطينية في المرحلة الأخيرة وأهمية تحرك هذا الجمود، وأن مصر تدعم مبدأ حل الدولتين وتدعم بأن القدس العربية هي عاصمة لدولة فلسطين والحفاظ على هويتها. بطبيعة الحال تابعنا منذ دقائق المؤتمر الخاص بوزير الخارجية الفلسطيني، والذي أكد على أن هناك تحركات في المرحلة القادمة للهوية الفلسطينية والهوية العربية للقدس على عدة جهات، منها على مستوى القطاع التعليمي دعم القطاع التعليمي في مدينة القدس وعدد من الدول عدد من المدن الفلسطينية التي ترسخ تحت الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على الهوية الفلسطينية، وكذلك على مستوى القطاع الصحي، وكذلك على مستوى المرأة والمستوى الثقافي. هذه المشاريع التي يتم عرضها اليوم من خلال مؤتمر القدس تسهم في الحفاظ على الهوية العربية، تسهم في دعم القدس في المرحلة القادمة، خاصة في ظل عمليات التهويد التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه القدس لمحاولة السيطرة عليها. ولكن هذه المشاريع وفقا لتصريحات وزير الخارجية الفلسطيني تسهم في وقف هذه التحركات الإسرائيلية اتجاه القدس العربية. منذر، ما زالت الاجتماعات قائمة على مستوى وزراء الخارجية العرب، ما هو متوقع في نهاية هذا اليوم؟ بطبيعة الحال هناك فترة استراحة الآن، وهناك عرض لعدد من الأبحاث من قبل السلطة الفلسطينية على ممثلي الدول العربية، واستعراض للمشاريع الاقتصادية على كافة القطاعات سواء الصحية أو التعليمية أو الثقافية أو في مجال المرأة، لمحاولة دعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه المرحلة الأخيرة، والذي وفقا لتصريحات رياض المالكي أن الاقتصاد الفلسطيني يشهد ضعفا شديدا بسبب التعنت الإسرائيلي في هذه المرحلة، مما يستلزم وضع تبرعات ودعم لعدد من المشاريع الاقتصادية. هناك استعراض لعدد المختلف هذه المشاريع على ممثلي الدول العربية في هذه المرحلة، تستمر إلى مساء اليوم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوح، مراسل التلفزيون المصري من مقر الجامعة العربية. تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال القافلة الطبية بمركز منفلوط لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وقد شملت القافلة الطبية عدة تخصصات، كما ضمت معامل تحليل وأشعة وتحرير استمارات علاج على نفقة الدولة وتحويل حالات مرضية منها لإجراء عملية جراحية بالمستشفيات المركزية. وقد وقعت القافلة الكشف على أكثر من 1800 مريض خلال يومين. احنا هنا في القافلة المريض بيجيب تذكرة مجانية من برة وبيجي لنا هنا، بنكشف عليه الكشف الروتيني بتاع طبيب الأسنان، ولازم يبقى لابسين الوقايات بتاعتنا، ولازم بتبقى كل حاجة نظيفة. فالمريض بنيجي نكشف عليه ونشوف ايه العلاج اللي هو محتاجه. الخدمة طبعا مجانية بالكامل، المريض مش بيدفع اي حاجة وبياخد دواء بالكامل. الأدوية ذات جودة عالية، يعني هو لو اشتراها من بره هتكلفه كتير، بياخد فترة علاجه كاملة، فمش بيحتاج يشتري من بره اي حاجة. موفرين كل الأدوية اللي محتاجها محتاجينها في التخصصات الموجودة، حتى التخصصات اللي مش معانا برضو موجودة الأدوية بتاعتها، بحيث الدكتور ممكن يكتب له للمريض الدواء اللي هو محتاجه.
تتواصل عمليات دعم معارض أهل رمضان في مدن دمياط بالسلع الغذائية بجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين. هذا وتضم المعارض المنتشرة في مدن دمياط السلع الأساسية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطن بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%. عرض جميل الحمد لله وفي أسعار حلوة قوي، وأنا أخدت زيت وهشتري سكر إن شاء الله ورز، والأسعار جميلة جدا وياريت يستمر رمضان إن شاء الله. أنا جيت النهاردة معرض أهل رمضان بدمياط وبالحاجة كلها الحمد لله متوفرة. والله هنا المعرض الحمد لله موفر لنا السلع الغذائية والحمد لله موجودة بوفر، وبنيجي على فترات متباعدة بنلاقي اللي احنا عايزينه والحمد لله. هذا وتتواصل عمليات افتتاح معارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط، حيث تم افتتاح معرضين جديدين بوسط مدينة أسيوط ليصل عدد المعارض التي تم افتتاحها حتى الآن إلى نحو 11 معرضا بمراكز المحافظة. وتوفر المعارض السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25%، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم. أهل رمضان دي معارض كويسة ومن الصالح للغلبان، يعني صاحب العيال يعني في التعايش، وأسعار يعني في منتهى النزاهة. وعودة إلى معرض ومؤتمر إيجيبس 2023، حيث عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عدة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الطاقة بكل من العراق واليمن وفلسطين ونائبة وزيرة الطاقة المجري على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. هذا وناقش الملا خلال اجتماعات التعاون مع مسؤولي هذه الدول في أنشطة البترول والغاز والتعدين، فضلا عن مناقشة التوسع في عمل الشركات المصرية بالخارج استثمارا لما لديها من خبرات ونجاح في تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات الصناعة البترولية. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا حول قطاعي السفر والسياحة، أشار خلاله إلى توقعات متفائلة لوكالة فيتش بشأن نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بوتيرة متسارعة في عام 2023. وبحسب وكالة فيتش فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر في العام الجاري 11.6 مليون سائح بزيادة قدرها 46%، وبحلول عام 2026 من المتوقع وصول إجمالي عدد الوافدين إلى مصر إلى 14 مليون وافد، وهو أعلى من ذروة ما قبل الجائحة والبالغ عددهم 13 مليون وافد. أما على صعيد عائدة السياحة الدولية لمصر فتتوقع فيتش أن تصل في عام 2023 إلى 13.6 مليار دولار بزيادة قدرها 17.7% على أساس سنوي. وبحلول نهاية عام 2026 من المتوقع أن يصل إجمالي عائدة السياحة الدولية إلى 17.9 مليار دولار أمريكي. انتهت نشرتنا، ولا يتبقى سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي. في كلمته بمؤتمر القدس الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت إزاء رفض أي إجراءات لتغيير الوضع القانوني للقدس. خلال افتتاحه معرض ومؤتمر إيجيبس 2023 الرئيس السيسي يثمن جهود مصر لتخفيف أثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا. نهاية النشرة الثالثة، إلى اللقاء.